خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. النور. إزيك؟ الحمد لله. سامة؟ الحمد لله والله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. تعرف بيكي؟ أنا مبسوطة جدا 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 لو قلتها من الحلقة الجاية هحتاج على حلقة كمان. ربنا يخليكي. طب قولي لي بقى إيه؟ أتعرف بيكي؟ مهرة. مروة؟ مهرة. مهرة. اسمك جميل يا مهرة على فكرة، ولا ده مش اسمك؟ دلع. دلع، طيب جميل. مهرة كم سنة؟ 21. مرتبطة؟ المفروض. المفروض. طب ايه الحكاية؟ احكي لي. احكي لك بس انا حاسة ان انت تخنقني يعني. انا ممكن اخنقك، ممكن اضربك عادي جدا، مش مشاكل يعني، انا ما بعرفش ابويا في الحاجات دي. ايوه عشان انا لو حكيت لك هتضربني فعلا. بصي هندردش سوا واحده واحده كده ونتفهم وربنا يدبر الدنيا. قولي. ماشي. انا مخطوبه بقالي سنتين. كنت عارفه خطيبي بيها قبل اكتر من شهر. من قبل ما نتخطب وهو في مشاكل، بس انا بحاول ان انا اصلح من المشاكل وهدي واحدة واحدة. من يوم ما اتخطبنا واحنا في حياتنا كلها مشاكل، في مشاكل كلها. ابتديت واحدة واحدة فاهمه، بلاش اللي انت بتعمله. هو عصبي لدرجة صعبة جدا 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 جدا، وبيضربني كل ما يحصل مشكلة، يضربني كل ما يحصل مشكلة، يمدد عليا وانا بسامح كتير كتير اوي. يحصل مشكلة على ادخال الاسباب اللي ممكن تتخيلها. يحصل مشكلة بسبب الكلب بتاعي، ممكن يحصل مشكلة بسببه، ممكن بسبب سوري معلش، بسبب الكلب بتاعك؟ علي لي وداني شوية يا سامة. يعني ايه يحصل مشكلة بسبب الكلب بتاعك؟ انا كان عندي كلب وبعته عشانه يعني. بلاش تنايمي معاكي في الأوضة، طب انا الجو ساعة وما ينفعش يعني حرب. هو بيغير من الكلب؟ جدا. يقول لي ده ممكن يعمل لك يعني حاجات وحشه كتير. ده على اساس ان هو قرد يعني. بس فقال لي الكلب ده مش قاعد في البيت، وحكم علي انه ما يقعدش. الكلب ده بقاله عندي 7 سنين. وبعته يعني مجرد ان حصل عليه مشاكل كتير كتير قوي. بلاش يقعد معاكي في الاوضه. ماشي. جيت تاني مره يقول لي هو قعد معاكي في الاوضه، اقول له لا، يسمع صوته يعرف ان هو معايا. لما يجي يفضل يضرب فيه ازعق له، يحصل مشكله، بلاش انت ليه غبي كده، ليه بتضربه، ليه بتعمل معاه كده، يحصل كذا مشكله، وانت بتمدي الكلب عني، او انت بتحب الكلب اكتر مني، لا ده حيوان وما ينفعش ان انت تعامله كده. حصل مشكله بسبب يعني مشاكلنا بسبب الناس. ممكن يحصل مشكلة بسبب جوز اختي، بسبب جوز اختي التاني، بسبب ان هو بيتكلم معايا وانا اتكلمت معاه. يقول لي انت اللي خليك تتكلم معايا. طب ما هو بيكلمني، ما ينفعش ان انا ما ردش عليه، ممكن يضربني. انا قلت لك الشخص ده ما تتكلميش معاه، ما مش عايزني اتكلم مع جوز اختي، مش عايزني انزل، مش عايزني اروح. انا حاليا ما بنزلش عشان هو اللي ما تنزليش. انا هموت وانزل، هموت وانزل، محبوس عشانه. ما بروحش اي مكان، قاعده على طول في البيت. لما مثلا اختي تعزمني على اي حاجه عندها، ولا بنت اختي ولا اي كان مين، اقول له انا عايزه اروح الحته الفلانيه عشان احب اروح الحته الفلانيه دي، اخلي اختي تكلمه عشان ارضى اجي عندها، وهو يقول لها ماشي اجيبها لك. بس لما هو يعني هو مقفل عليكي تقفيله سودة كده جدا جدا جدا، وبيتضرب فيا المثل دلوقتي في اخواتي. كل ما حد من اخواتي يتكلم مع جوزهم، يتكلم مع حد من اخواتي يعني، يقول لها انا ممكن اعاملك المعامله اللي ماجد بيعملها المهرة، انا ممكن اعاملك المعامله دي على فكره، تكرهي نفسك. فاخواتي بيقولوا لي يعني النهارده لسه بنت اختي جايه بتقول لي ان خطيبها جاي بيقول لها ان انا ممكن اعامله المعامله اللي ماجد بيعملها المهرة. هتعمل ايه؟ طب استني بقى مهرة، بصي انت فرحك امتى؟ انا المفروض في 5 الجاي. في شهر 5 الجاي. طيب بيضربك؟ ها بيضربني، واخر مره ضربني في الشارع. وابوكي عارف انه بيضربك خالص؟ طب ما تقولي له.
وهو لما بيجي يحصل مشكلة بيجي يواجهني، يعني يجي يقول لي أهلي أهلي أهلي، يجي يفضل كل شوية يجي يقول لي بابا وأخويا وأخويا التاني، يجي يواجههم وكده فيغلطني أنا من فوق لتحت كأني هو مظلوم ومعملش حاجة بص يا بنت الناس، وأنا مفيش حاجة اسمها كده. لا لا لا، ما هو الأصول مفيش حاجة اسمها يغلطني، يعني واحد ضربني أنا يا بابا غلط، بس أنت ترضى إن أنا أتضرب؟ أبوك يرضى إنك تتضربي؟ لا. مش كده ولا إيه؟ حتى لو غلطتي ويغلطك عملتي إيه؟ مشيتي على حل شعرك، مسكك ماشيه مع واحد تاني في الشارع؟ وبعدين انا عايز اسال سؤال، يعني ايه الكلب بتاعك ما يباتش في البيت؟ ولا يعني ايه التخلف العقلي ده؟ انا بعته عشان على فكره، يا بنت الناس بعتي ايه وعملتي حد يعمل كده؟ الكلب ايه اللي بيغير منه؟ كان على فكره كل ما حد يجي احكي له الموقف ده، هو الموقف ده اساسا يتشرد في العيله كلها عنده وعندنا، كلهم بيقولوا له ازاي بس ولا عنده هو بره له على يقولوا له عشان هو بيحبك وخايف عليك. لا بصي يا بنت الناس، تعالي نتكلم بالعقل بقى كده، بالعقل فيش كلام فارغ، ده انسان مريض نفسيا، ده محتاج يروح مستشفى العباسيه او الخانكه. انا بقولش ان هو مجنون، لا ده مرض نفسي، محتاج يروح مستشفى العباسيه او الخانكه لو ما عندوش امكانيات ماديه. لو عنده امكانيات ماديه يشوف دكتور نفسي كويس يقعد معاه. مفيش حاجه اسمها بغير عليكي من الكلب، يعني سمعنا بغير عليكي من ابن عمك، بغير عليكي من جوز اختك، في متخلفين شويه يقول لك بغير عليكي من اخواتك، يعني تبع الهبل، يعني انها بغير عليك من الكلب ده في سوكيسو بيسو، ده رايح حبيبي خالص، ده راحت منه يعني سافرت معاه. انت ازاي قابله بده؟ هتعيش ازاي بعد كده؟ انت متخيله ده ممكن يعمل فيك ايه لو ما حطيتيش النقط على الحروف دلوقتي وقلتي لا انا هقف لنفسي ولمستقبلي ولحياتي عشان يبقى عارف انه هيتجوز بني ادمه مش جزمه قديمه يضربها في الشارع ويضربها في كل حته وان كان عاجبك. ده مريض، ده يا مريض يا من كتر عمايله السودة في بنات الناس متخيل ان كل الناس زيه. بصي عقلك في راسك تعرفي خلاصك يا بنت الناس، يا تنقذي نفسك يا تعيشي حياة سودة الى ابعد الحدود.